بسم الله. طبعا لما ننظر إلى أسواق المال نجد أن أسواق المال تسير في حركات دائما متكررة بين صعودا ونزولا، وقلنا بشكل سريع بأن أسواق المال تسير، يعني تحدثنا عن نظريات ونظريات داو والحركة السعرية وما يحصل بالأسواق، وأن الحركة السعرية تمر بثلاث مراحل، بالصعود ثم المشي بشكل عرضي للمناطق اللي يريح فيها عبارة عن تصريف اللي يسمى distribution، ثم نزول وتصحيح، ثم يعود مرة ثانية إلى منطقة عرضية بالأسفل اللي تسمى accumulation، تجميع. فهذه الثلاث المراحل اللي يمر فيها دائما هي في مرحلة تجميع وصعود ثم تصريف وتصريف ونزول ثم تجميع. هذه بشكل عام هي أسواق المال تمر بهذه الدورة السعرية. أيضا تحدث داو أن السوق يتحدث أو الحركة السعرية تتحدث تتحرك في حركات مشابهة لما ذكر إليوت أيضا، لأن إليوت راح نجي بدون الترقيم طبعا بأن عفوا بدون الترقيم، لا يؤخذ على أن أنا جالس أحلل أو أرقم بإليوت الآن، ولكن أتحدث بشكل عام بأن الأسواق تتحرك بشكل صاعد، وأنها تتكون من خمس موجات، ويزيد عليها بموجة هنا صغيرة بس في القمة تكون. عموما هي خمس موجات، وين راحت؟ مسحناها للأسف. خمس موجات أو حركات تسير في اتجاه صاعد، وثم تعاود الهبوط مرة أخرى اللي تكتمل معها حركة سعرية كاملة يعني، وكذا تكتمل الدورة السعرية. فنقول هذه سايكل، يعني انتهت هنا سايكل، دورة سعرية. وهي لو أخذناها ونظرنا إليها بالشكل هذا وجدنا مثلث يتحرك بهذا النمط بهذا الشكل. هذا المثلث يكبر ويكبر ويكبر إلى أن يدخل بتركيبات أخرى، فمثلث داخل مثلث داخل مثلث يشكل موجات أكبر وأكبر بالشكل هذا مثلا، وكل مثلث يحتوي على مثلث أكبر، وبكذا تكون الحركة السعرية تسير حسب الفريمات من اليومي إلى الأسبوعي إلى الشهري إلى الشارتات التاريخية. فتجدها كلها مكونة عبارة عن أنماط مكررة، وهذا اللي تسمى الفراكتل، تسمى الفراكتل. الفراكتل هو عبارة عن نمط يتشكل ويتكرر بشكل مشابه بين فترة إلى فترة إلى أن يصل إلى منطقة، يعني منطقة مثل اللي هي بالقمة عبارة، ثم يجني ثم يعود الصعود مرة أخرى. فلذلك إذا نظرنا إلى المنطقة هذه الموجودة عند هنا، هل عفوا بس هل واضح الشارت الواضح أمامكم ولا لا؟ واضح بريان، واضح. فلما نصل إلى مناطق مثل المناطق، خليني أشغل القلم هذا أحتاجه أكثر الآن. فلما نصل إلى مناطق زي هذه هنا يصبح عندها تصحيح نزول، هل التصحيح هو نفس التصحيح اللي حاصل هنا؟ هل هذا التصحيح اللي هنا هو نفس اللي حاصل هنا وهنا؟ هل التصحيح اللي في المنطقة هذه هو نفس اللي حاصل مع المناطق هذه الثانية؟ هل التصحيح هذا كله اللي هنا نفس اللي حاصل مع مناطق؟ لا، نلاحظ كل ما كبرت الموجة كل ما حصل لها تصحيح أكبر يتماشى مع حجمها. ولذلك لي كلام في الموضوع هذا بعدين اللي راح أتكلم فيه. ولذلك تسمى فراكتلز. فراكتلز ليه؟ إيش معنى فراكتل؟ إنه هو نمط صغير يتكرر، يعني يتكرر بشكل صاعد أو هابط عبر الزمن على قولتهم. فلو أخذنا مثلا النمط هذا، لو أخذنا النمط هذا
ستجد أنه يدخل في تركيب نمط أكبر منه، ويدخل في تركيب نمط أكبر منه أيضا، وأنت ماشي يبني مثل الجبل، وهذا قد يكون بالشكل هذا. فهي أنماط تتكرر، تجدها حتى في الموجات الصغيرة. لذلك يعني لما جاء إليوت ودرس الداو ثيوري ونظرية داو، وقال والله أنا أشوف هذا قاعد أمسح من هنا المفروض. فلما درس نظرية داو وجد أن الأسواق كلها تتحرك بنفس السلوك، وبنفس الحركة السعرية تتكرر دائما بنفس النمط. فاستغرب من النمط هذا، وهذا اللي خلاه يركز على عملية الفراكتل. عذرا نسحب هذا كده. فوجد، لذلك من يكذب تحليل موجي يقول هذا كلام فارغ، هو كأنه يجي يقول النظرية داو أن هذه نظرية كلام فارغ أيضا، وهذا ما صحيح، وهذه أم النظريات تسمى داو. فهو جاء الموجات هذه وبدأ يدرسها ويشوف تركيباتها الداخلية، وشاف أن في أشكال وأنماط تتكرر كثيرا، والحركة السعرية تكرر نفسها في أكثر من موجة، وكلما كبرت الموجة وجد أن الموجات هذه تتكرر أيضا. ودرسها، وطول ما هو ماشي وجد أنها بتكرار، يعني بشكل متكرر فعلا جالسة تحدث نفس الموجات هذه. إذن هو دخل في الموجات القصيرة الصغيرة هذه الداخلية، وجزأ ودرس تركيباتها، درس تركيباتها، وجلس يسأل نفسه شو اللي صاير في الموجات هذه هي صاعدة، وش اللي صاير في الموجات الهابطة، ليه تحركت بالشكل هذا، طيب هذا اللي صار هنا في المنطقة هذه، هذا اللي صار في المنطقة هذه هنا، أليس هو نفسه اللي صاير هنا؟ استنتاج، إذن هو أكيد راح يكون نفس اللي صاير في المنطقة دي. ووجد أن فعلا الكلام هذا صحيح، أن هذا أيضا نازلة في ABC. إذن هنا بدأ يفصل في الموجات الداخلية، ويوجد نماذج حصرها ب 13 نموذج، بين نماذج صاعدة وهابطة وتصحيحية، يعني صاعدة وهابطة، وعرف أن أماكنها وتكرارها وين وجودها، ورصدها وليس على شارت واحد، بل درسها على 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 يعني كتاريخ، تاريخ للأسواق كلها. وجد أن تتكرر العملية هذه، ودرس الحركة هذه، وجد نفس الموجات توجد في السهم هذا وفي السوق هذا وفي المرحلة هذه وفي المنطقة هذه وفي الموجة هذه. إذن هنا حصرها وأوجد، وبدأ يدخل في قياسات فايبر، وجد أنها كلها متناسبة الموجات هذه وتتبع نفس الأهداف. ولذلك وضع العلم هذا، وضع النظرية هذه، نظرية التحليل الموجي، ووضع لها قوانين وشروط وقواعد. وذكرنا أن أهم ما يوجد عندنا في الحركة السعرية اللي أمامنا هذه، إن من الأشياء اللي المفروض ننتبه لها، إن الموجة تتحرك دائما بين قاع وقمة وقاع آخر وغيره. هذا تسمى المناطق العلوية تسمى مقاومات حسب تحليل كلاسيكي أيضا، ومناطق اللي بالأسفل تسمى دعوم. وهذه المقاومات والدعوم إذا تم تجاوزها، هذه المقاومة هذه نزل اللي قالها دعم عند المنطقة هذه ارتد، إذا تجاوزها فتصبح هذه المنطقة دعم الآن، ليست مقاومة. هو متجه لها الآن، هذه مقاومة تسمى، اصطدم فيها ما قدر يعديها، هذه مقاومة، ينزل منها هذا يصبح دعم، لأن هذا الدعم معناته شيء يشيل، ارتفع وصل إلى المقاومة، إذا تجاوزها تصبح هي مثل هذه، تتحول إلى دعم، دعم خلاص يمسك السهم فوق ويتجه إلى أهداف أعلى. وهذا اللي تكلمنا عنه ايضا، ان مناطق الدعوم والمقاومات مهمه. فعموما لما درس الحاله هذه وعرف ان هذه موجات تصحيح، فاوجد لها مسميات، وقال ان الموجات تسير في اتجاهين، اتجاه صاعد واتجاه هابط، وان الاتجاه الصاعد باتجاه الشمال خلينا نقول،
هذه تسمى موجات دافعه. ولو حبينا نحصر الموجات الدافعه معناتها بنجي للموجات الدافعه اللي هي الموجه هذه اللي هي الموجات اللي تسير بنفس الاتجاه تسمى موجات دافعه. تسير بنفس الاتجاه ايه؟ الصاعد. انتبهوا العباره دي، الصاعد. هذه ايضا موجات دافعه اللي هنا واللي هنا، تركيبتها نفس هذه. اللهم انها تسير في اتجاه الهابط، والموجات الدافعه اللي تسير في الاتجاه الهابط سميها الحافزه. حافزه، الموجات حافزه هذه. فهذه امبلس وهذه اكشنري ويفز، الاكشنري رياكشنري يسمى، او موتيف حافزه، موتيف ويفز هذه. بغض النظر عن حافزه وغير حافزه تسمى موتيف، وهذه امبلس وهذه الموتيف، وهي نفس المسميات تقريبا. وجزأها بين موجات دافعة impulse، موجات تصحيحية تسمى corrective waves، دافعة وتصحيحية impulse and corrective، impulse and corrective، كل هذه تسمى impulse corrective. طيب، أوجد لها القياسات واستخدم مستويات فايبو في قياسها، ووجد لها ووضع لها قوانين ووضع لها قوانين وقواعد وإرشادات أيضا. والإرشاد، القواعد والإرشادات هذه، هل الآن واضح؟ عفوا، بس واضح. وقف التسجيل أبو محمد دقيقة، بس دقيقة. واضح الكلام يا إخوان؟ ممتاز. إذن قلنا motive waves اللي أو موجات الامبلس، الامبلس اللي صاعدة، والكوركتيف اللي هي التصحيحية الهابطة هذه. فوضع لها قوانين، ولو سألت سؤال الآن راح أشوف إجاباتكم. ما هي قواعد التحليل الموجات، موجات إليوت؟ أحتاج إلى القواعد بشكل سريع، نختصرها بكم قاعدة. في rules، في rules. لا تذكر لي أول شيء، أحتاج أنا سؤالي واضح، كم قاعدة عندنا؟ لأن في rules وفي guidelines، أحتاج rules، القواعد، ما هو الإرشادات. كم قاعدة المفروض تكون؟ ممتاز، ثلاث قواعد. وش القواعد هذه الثلاثة؟ يعني لما أجي لأي موجة وتناولها، يجب أن تكون القواعد هذه هي الثلاثة جنبي كده على يميني موجودة، ولا في راسي مخيلتي هنا بالضبط. ولذلك أجد أحيانا بعض الأخطاء. ليه؟ لأن قواعد بسيطة. يجي الواحد يحط الشارت هذا، بالشكل هذا، ويقول هذا 1 2 3 4 5. هل يصح الشيء هذا؟ هل اللي رسمته هذا هل ممكن يكون صحيح؟ هذا اللي رسمته هل تعده شيء صحيح؟ هذا اللي قدامنا ممتاز، ما هو صحيح. لأن من أهم قواعد، وأول قاعدة لازم نعرفها، هي أن الثالثة لا تكون الأقصر. الثالثة لا تكون الأقصر، ممكن تكون ثاني أقصر موجة، بمعنى هذه، يعني ممكن تكون هذه الأطول موجة، وهذه تكون إلى هنا، وهذه تكون عند المنطقة هذه تحت في الأسفل، عفوا. يعني نمد واحد من الموجات هذه، نمدها ونرفعها بالشكل هذا. هي خمسة أطول، لكن ثلاثة هي ثاني أقصر موجة، لكن لا تكون الأقصر، ما تكون طول واحد مثلا. هذه أهم شيء، أني أنظر أولا وين أنا أحط رقم ثلاثة، هل هي أقصر موجة؟ لا، خلاص كده ترقيم ممتاز. إذا اخترت الثلاثة على أساس أني أقصر موجة، فانس الموضوع، تحليلك خطأ.
وشفت كذا حالة من الترقيمات أمامي للأسف، يجي يحط ثلاثة بالشكل هذا مثلا. وهذا لا يصح طبعا، كيف تخلي الثالثة بهالحجم هذا؟ طيب القاعدة الثانية تقول إيش؟ القاعدة الثانية هي أن للرابعة الحق أن تهبط إلى أي مستوى تبي، على أن لا تتداخل مع الموجة. واحد، انتبهوا، أنا ما قلت اثنين، أنا قلت موجة واحد، وانتبهوا العبارة، أنا ما قلت اثنين ليه؟ مع العلم أنه نفس الشيء، هذا واحد واثنين نفس المدى، يعني شو الاختلاف؟ لا ما لا لا في اختلاف، راح أجيكم بعدين بعد شوي أقول لكم وين الاختلاف. لا تتداخل مع واحد، واضحة دي؟ لا ما نقول مشاعل، ما نقول أربعة لا تكسر اثنين، ما العلاقة باثنين؟ أربعة لا تتداخل بواحد فقط، أربعة لا تتداخل بواحد، انسوا مسألة اثنين هذه، أربعة لا تتداخل مع نطاق الموجة واحد، لكن الموجة اثنين. خلني أخلص القواعد وبعدين. طيب القاعدة الثالثة والأخيرة، القاعدة الثالثة والأخيرة من الآن نسيته. هم ثلاث قواعد، لا 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 عهود، اثنين، التبادل ما هو قاعدة، التبادل إرشاد. شفت يا أبو محمد، مهم راجعين، موجة اثنين إلى خمسة لا تتجاوز قمة، أبدا ما هو هذا، الموجة اثنين إلى خمسة لا تتجاوز قمة ثلاثة، ما فهمت هذه. قول لي أبو فيصل، برافو، أنت مذاكر، تعال تعال، أبيك، صح 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 يا عهود، صح أبو فيصل. القاعدة الثالثة اللي هي أن تهبط أن للموجة اثنين الحق الهبوط إلى أي مدى تبي، كيف؟ لكن لا تكسر قاع الموجة واحد، بالشكل هذا ما ينفع. لا تكسر قاع الموجة واحد، تثبت في أي منطقة، أي منطقة فوق هنا عادي، لكن لا تجيني تحطها تحت واحد تقول لي هذه موجة اثنين، أقول لك هذه ليست موجة اثنين أبدا، هذه موجة تصحيحية، وفي أنت أخطأت في ترقيمها. واضح؟ إذن هذه الثلاث قواعد واضحة؟ هذه الثلاث قواعد يجب تكون حاضرة أمامكم تماما في كل تحليل أنت تقوم فيه. طيب نجي النقطة اللي بعدها، لو جيت أنا وحطيت لك الموجة هذه هنا، جاك واحد من الأخوان وقال لك هذا ما تداخلت، هذه الموجة ما تداخلت، أربعة مع اثنين، وهذا ترقيم صحيح، ليه لا؟ هل هذا الترقيم صحيح؟ هذا هل هو ترقيم صحيح؟ أربعة ما دخلت مع موجة واحد، اثنين ما نزلت تحت واحد، لكن عندنا مشكلة اللي هي إيش؟ الثالثة هي أقصر موجة هنا، صح ولا لا؟ ممتاز. طيب في هذه الحالة كيف تتعامل مع موجة زي هذه؟ كيف راح تصحح للشخص؟ كيف راح تصحح للشخص وتقول له تعال عندك مشكلة هنا؟ أم سجى، الأيمان، صح، مشاعر، كلكم برافو، وعبد الله، كيف راح تصحح للشخص؟ أعد الترقيم، هذه واحدة. التصحيح الثاني، لما نعيد الترقيم كيف، شو نسوي بالضبط؟ لما نعيد الترقيم وش نسوي بالضبط؟ ممكن أمسجة، ممكن A B C، صحيح، ممكن عندي هنا A B C مثل في المنطقة دي، غيره عبد الله ممكن تكون A B C. أنا قاعد أوريكم الآن كيف تتناولون شارتات لما تجي أمامكم ويطلع لكم نمط في
ابو فيصل. الثالثه تكون واحد داخليه. برافو برافو، حط الموجات كلها في موجه. اللي هو العرس، كل اجاباتكم صح. لما تشوف موجه زي هذه فتجي تقول للشخص هذه صح واحد، هذه اثنين، اما هذه كلها فهي الموجه واحد من ثلاثه. هذه الطريقه للتفسير الوحيد اللي ممكن اسويه الان، ان هذه تكون واحد من ثلاثه اذا انت مصر على الشكل هذا. لما تشوف فيه موجتين قريبات من بعض زي كذا اعرف ان هذه قد تكون واحد من ثلاثه، ان الواحد انتهت هنا وهذه اثنين، ثم ابتدات عندي موجه جديده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اللي هي الموجه الثالثه. واضح؟ خلينا نمسح هذا. واضح اللي ذكرته لكم الآن؟ لما تشوفهم من فبناتي تأكد من الثانية والرابعة أكيد، هذا جايين الإرشادات الآن صح خولة؟ ممتاز. طيب، فهذه كقواعد، لكن الإرشادات كإرشادات قال إليوت بأن لما تشوف الموجة الثانية حادة يكون الموجة الرابعة عرضية أكثر، قد تأخذ زمن أطول، تأخذ زمن أطول. كيف طيب أقيس الأمور هذه؟ والله بمستويات فايبو، فأدخل أداة فايبو، وذكرنا أن الفايبو في حساب. طيب انت اولا يجب ان تحدد هنا انت في اي اتجاه، اتجاه الصاعد. لحساب اهداف الصاعده راح نستخدم فايبو اكستنشن هذه، اما لحساب الاهداف الهابطه دي اللي تسير عكس رياكشنري يسمى، عكس الاتجاه الموجه، فنحتاج الريتريسمنت. هل معناته اني ما اقدر استخدم اداه الريتريسمنت لاهداف لحساب اهداف فوق؟ ممكن يستخدمونها احيانا، بس هذا الحين اوريكم اهم طريقه وهي طريقه صحيحه نستخدمها بالشكل هذا. فلحساب الموجات الصاعده هذه وش نحتاج بالضبط؟ نحتاج دوره سعريه كامله مكتمله، والدوره السعريه قلنا قاع قمه قاع، ان يتكون لي مثلث. اذا تشكل المثلث هذا ابدا الان حساباتي من وين؟ من الفايبو ريتريسمنت. اول شيء لازم احدده هو انا تشكل عندي او جالس في طور التشكل، في طور النمو الان موجه اثنين، فعايز اني احسب اهدافها، اخذ من الصفر من المية الى الصفر فوق، المية والصفر فوق، واجي هنا على اساس اسهل لكم الموضوع في الريتريسمنت، اروح لهذول واقول انا اللي احتاجه من الواحد الى الصفر، الموجات هذه كلها في الريتريسمنت ما بيها كلها بطفيها، هذه تحت بين الواحد بين المية والصفر، هذا الموجودين يخلهم 161 261 ما اعرف ايش، هذه كلها ما بيها، بطفيها كلها. انا بس اساس ان افيدك كمثال 78.6 خلها. اذا شوف اللي تحت الخطوط كلها راحت. اذا هذا النزول يجب ان نحترم احد المناطق هذه كلها، فان نزل الى 23.2 هذا شيء، اذا نزل الى 38.2 هدف محتمل، 50% هدف محتمل ايضا، 61% احد الاهداف محتمله، 78.6 احد الاهداف محتمله، 88.6 احد الاهداف العميقه المحتمله ايضا، 100% وارد يحصل. طيب هنا لا، هنا دخلت الآن في قاعدة، أنت راح تخل في قاعدة، أهم أحد أهم القواعد، ما تكسر قاعدة واحد. إذا إن شفنا هذه هبطت بأدنى من 50 اتجهت إلى 61 78 غيره، عادة النسب الذهبية هي 61 golden ratios، 61.8 161.8 261.8 فتوقف عندها. لو إذا توقف، وغالبا سنجد عند المناطق هذه عند 61.8
فهنا خلاص اكتملت الموجة هذه وتأكدت أنها بدأت ترتد، ممتاز. هنا اللي أحتاج لحساب الأهداف الصاعدة، قلنا وش هو؟ أحتاج الاكستنشن، الامتداد. الموجة هذه ستمتد إلى وين بالضبط؟ فآخذ، ننتبه من الرسم، آخذ من القاع من الأسفل أتجه إلى القمة. الدورة السعرية كاملة قلنا مثلث، آخذ من قاع الأول أتجه إلى قمته أرجع لقاع الثاني. هذا على طول أبحث عن نسبة 161.8 كأول هدف للموجة ثلاثة. هنا عذرا 161.8، أربعة ما أدري عنها، خمسة ما أدري عنها، أهم شيء أني بحسب هدف 161.8. طيب لو تجاوز 161.8 وين ممكن يروح؟ ممكن يروح 200، يروح 261.8، ممكن يروح 361.8، ممكن كأقصى شيء يروح إلى 423.6. هنا غالبا ستجدها عند ال 161.8. طيب في حالة انها زادت عن 161.8 هذا شو نسميها؟ احسنتوا، امتداد، يس، اكستنشن، اكسباندد. هذا الموجه اصبحت ممتده. هنا اعرف انا مقدما ان الموجه ممتده وتسهل علي قياسات اللي بعدها اللي هو كيف احسب الرابعه، معروفه لان تحددنا العمق الموجه الثانيه، وكيف اهدف الخامسه واضحه. ليه؟ كيف واضحه؟ وش تقول القاعده؟ مو قاعده، كارشاد، الموجه الثالثه اذا امتدت تصبح طول، يصبح طول الموجه الخامسه ايش؟ وش يصير؟ يساوي يمسجها. يا سلام عليك، ناجحه بامتياز. بعد طول الموجه واحد اليت ويب، نفس قياس ثلاثه، لا خوله، نفس قياس واحد. نجي نجي هنا، ان اتجهت هذه الى مستوى 261.8 عرفنا ان هذه ممتده. طيب كيف احدد؟ خلينا نقيس اولا. طيب اذا عرفنا ان الموجه الثالثه ممتده وصلت لهنا، كيف احسب هدف الموجه الرابعه؟ اذا عرفنا ان الموجه 2 161.8 فطبيعه الموجه 4 راح تكون ايش؟ ما هي واضحه الصوره ابو فيصل؟ يعني هذه مي واضحه، كيف كيف اوضحها اكثر؟ 38 التصحيح، الشرط غير واضح يا ابو ريان، الشرط بس هذا هو الشرط، هذا مو باين؟ لا بس انت شكلك ما رفعت الشرط، ارفع زي اول. انت جالس الشرط ما واضح، هذا ما في حاجه، ما في شرط، عجيب معلق. اجل خليني اوقف المشاركه. هل واضح الان؟ غير واضح. هذا شارت امامكم الان، غير واضح، مشكله ما عندي. الان واضح، الان واضح، ارجع زي اول. هذا اضغط على الشارت افتح اي كذا، الان واضح، واضح. في لاج يحصل في البرنامج نفسه، يمكن لو قدم لهم شويه استفسار عن الموضوع ده. هل واضح الشارت؟ واضح. طيب فقلنا الموجة الأولى، الموجة الثانية 161.8، الموجة الثالثة امتدت إلى 261.8، احنا قلنا لو امتدت. طيب هذا حصل الامتداد الآن، كيف أحسب هدف الموجة الرابعة؟ طالما أن الموجة الأولى الريتريسمنت كان عميق إلى 161.8، فهنا أنا راح أحسب هدف الموجة الرابعة وأجي إلى 38.2. لوين؟ هنا 38.2، واقول خلاص انا حددت هدفها الان واصبحت الامور واضحه بالنسبه لي. هدف الموجه الخامسه، طالما ان حصل عندنا امتداد في الموجه الثالثه، احد الاشياء اللي لازم تعرفونها ان الامتداد لا يحصل في موجتين، الامتداد يحصل في موجه واحده. اذا اصبحت الموجه الثالثه هي الممتده خلاص، طول الموجه خمسه يصبح ايش بالضبط؟
اوكي، يصبح طول الموجة الخامسة هو 100% مستوى الموجة، طول موجة واحد، يعني طول الموجة واحد، تصبح طول الموجة واحد، الموجة خامسة. طيب حساباتها، راح اخذ الاكستنشن لاني احسب لفوق من القاع هنا، شوف الصفر، اسحب الى ثلاثة، انزل الى قاع اربعة، سايكل الموجة كاملة اكتملت هنا عند اربعة، يعني الى اللحظة هذه، وهنا احسب اهداف عند مستوى 161 او 61.8 بالشكل هذا، 61.8 61.8. طيب هل في حساب اخر ممكن نسويه ايضا؟ نقدر في حساب اخر نسويه في اداه الريتريسمنت، مو بالاكستنشن، الريتريسمنت، باني اسحب من قمه ثلاثه الى قاع اربعه فقط المنطقه دي. ولاحظوا انا قلت لكم قد تستخدمونها بعدين، اضرب عليها هنا واضيف المستويات اللي شلتها انا، احتاج انا هنا الى 161 فقط في المنطقه العلويه. هذا لاحظ هنا كيف ان 61.8 اكستنشن مع 161 اتفقوا عند نفس المنطقه هنا، وبدقه استطعت انك تحقق هدف موجتك وتأكدت منه تماما. هل في طرق اخرى؟ نعم نعم نعم، للتأكيد لما يبدأ سهمك يتحرك هنا، وهذا اللي نسميه الكلاستر، راح نجيه بعدين راح اتكلم عنه. خلي هذول مثل ما هم، وتروح تقيس، تعمل نفس قياساتك ايضا للموجة الداخلية هذه الصغيرة، نفس قياساتك تطبقها على الموجة الصغيرة هذه، من واحد الى ثلاثة الى اربعة، 61.8، شوف هنا معناتها انه يشير كل القياسات هذه، الموجة الكبيرة والموجة الصغيرة، تشير ان هذه هي منطقة اللي راح تنتهي عند المنطقة اللي راح تنتهي عندها الموجة هذه، راح اتكلم عنها بعدين، اللي هو الدمج بين ونوجد كلاستر. كل موجة دافعة يكون فيها خمس موجات، صح؟ نعم صحيح، كل موجة دافعة فيها خمس. الموجات اللي أمامنا هذه الآن للتذكير، مثل ما سويت أنا الآن ورسمت في الموجة الخامسة خمس موجات، خمس موجات، هي نفس الشيء تحدث وتتكرر في الموجات هذه الداخلية، كل موجة صاعدة بنفس الاتجاه، بنفس الاتجاه تجد فيها نفس النمط يتكرر، خمسة خمسة خمسة، والموجات اللي تسير عكس الاتجاه تجدها موجات تصحيحية نازلة بالشكل هذا. بغض النظر عن الأشكال التصحيحية الأخرى، هذه أبسط صورة ممكن تجدها، هذه أبسط صورة ممكن تجدها. طيب هذه الـ ABC، هذه الـ A، وتكلمنا احنا عن الزجزاج وراح نتكلم عنه بكره، الـ ABC تركيبها الداخلي وش بالضبط؟ نفس الشيء، أي موجة صاعدة أو حافزة، لأنه ممكن يكون في اتجاه الهابط أيضا مو صاعد بس الـ ABC، مثل هذا، هذا اتجاه هابط، هذا اتجاه صاعد، نفس الطريقة تجد فيها خمس موجات في كل ضلع. أي موجة تسير عكس الاتجاه تجد فيها ثلاث موجات تصحيحية، يعني كأنك ماخذ مقطع بسيط اللي هو 1 2 3 وجيت وكررته هنا في المنطقة دي، نفسه نفسه بالضبط نفس الشكل. ولذلك عند الترقيم نقول، نحط الأرقام ونقول واحد أو A، ليه؟ لأن متشابهين بنفس التركيبة هم، اثنين أو B،
ثلاثة أو سي. ليه؟ لأن هي نفس تركيبة هذه، نفسها هذه اللي هنا نفسها، خمسة ثلاثة خمسة، وهذه خمسة ثلاثة خمسة، نفس التركيبة ما تغيرت. حتى هذه أقدر أحط عليها A واحد أو A اثنين أو B ثلاثة أو C. واضح؟ وكلام واضح إلى الآن؟ ممتاز. طيب حاضر. وش الوسائل اللي ممكن نستخدمها للتأكد أيضا من أهداف موجاتنا، أو لتحديد موجات، كيف نتعامل مع الموجة إذا شفناها أمامنا؟ القنوات السعرية، وراح ناخذ عليها درس بعدين أو راح نطبقها أكثر، لكن الآن عند اكتمال المثلث اللي أمامكم، هذا المثلث اللي في دائما يحدث لنا مثلا في بداية الموجة مثل اللي حدث هنا، نبدأ الآن نتعامل مع الموجة هذه حسب المثلث اللي تشكل لي. القناة السعرية ترتكز على ثلاث نقاط مهمة، هذا اللي هم مستويات أو زوايا المثلث. فأسحب، والقناة السعرية parallel channel هنا موجود، والمحلل الموجي شغله مبني كثير على مستويات فايبو أيضا على قناة سعرية. وناخذ ملامسة لقاع واحد وقاع اثنين، ونصعد إلى قمة واحد. خلاص، هذا أول بناء، هذا الأساس اللي تبنيه في البداية عند كل موجة، اللي هو كأنك تحط قواعد الأساسية، القواعد الأساسية للموجة. فقلنا إما أنها تكون أما أنها تكون هنا نفس اللي ذكرناه من شوي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أو أنها تكون A B C نفس الشكل نفس التركيبة. طيب كيف تخدمني القناة السعرية هذه بإني أعرف إن أنا هذه اللي فيها أنا ما هي سي؟ تقريبا ممكن تكون موجة ثالثة. لما نشوف السي هذه، عادة الموجات التصحيحية تسير، لما تشوف ترسم قناة سعرية وتجد الموجة هذه تسير داخل القناة، داخل حدود القناة، فتعرف هنا أن هذه الموجة اللي أمامك هي موجة من طبيعتها أن هي تصحيحية. ولما تشوف الموجة اللي تسير في المنطقة هذه بين صعود ونزول وفجأة تخترق حدود القناة، تعرف أنك دخلت في موجة دافعة ما هي تصحيحية هنا. ولذلك تجد أن الموجة الثالثة فجأة تلقاها اخترقت المناطق هذه، الحاجز هذه، أول إشارة أنك في الثالثة وأنك داخل في موجة دافعة ما هي اي بي سي الآن، كإشارة، وأن الأهداف هي قد تتجه إلى أعلى، إلى أعلى من ذلك. فيكون هذا هي هذا اللي وش تسوي على طول عند المرحلة هذه، عند اختراق القناة هذه، وش اللي تسويه بالضبط؟ وش المطلوب انك تسويه الآن عند الاختراق؟ ها، أنت اخترقت الآن عند المنطقة هذه هنا، وأصبحت تميل إلى أن هذه موجة دافعة. وش الخطوة الجاية المفروض تسويها أنت كمحلل الآن أو جالس تضارب؟ تحديد أهداف. أبو عبد الرحمن، وش هي الأهداف؟ كيف أحددها؟ قبل ما نغير مكان القناة، يعني يجب أن نتحقق من الهدف اللي صاعد هذا. فعلى طول دامني أنا أبني على موجة ثلاثة،
على طول الفايبو شغله، لازم يشتغل، وانتظر الموجة هذه عند منطقة 61.8 هنا، واضح؟ على طول فايبو. نعم خولة صحيح، إيمان كلام صحيح، فايبو أبو عبد الرحمن برافو، حياك الله أبو عبد الله. فعلى طول تستخدم أداة الفايبو، ليه؟ لتنتظر أهداف الموجة هذه عند 61.8، إذا حققها تقول بس اتضحت الأمور الآن لي، أنا راح أشيل مستوى الفايبو دام أحققها هنا، وراح آخذ القناة السعرية هذه وأميلها. لاحظ الآن، الآن لا نرتكز على القاع هذا، هذا القاع نلغيه، ما راح نرتكز عليه الآن. إيش راح أسوي بالموجة هذه؟ راح أسحب وأخليه يرتكز على قاع 2 هذا اللي تحت، وهنا على قاع قمة 1 قمة 3، لاحظ قمة 1 وقمة 3، وأمد شوي قدام وقاع 2. هذه هي قناة القناة الموجية نسميها، الموجيين يرسمونها بالشكل هذا، عند قمتين اللي فوق 1 3 وقاع 2. ليه؟ على أساس إن الآن أبي أحصل الحركة اللي راح تصير للموجة الرابعة. طيب الموجة الرابعة وين متوقع إنها تصحح؟ عند أي منطقة؟ قلنا بالفايبو، صح ولا لا؟ بالضبط، أجي للفايبو حق الريتريسمنت، أرسمه بالشكل هذا وأقول عند 38 تقريبا أنتظر عند المنطقة هذه، قد إذا قد يتوافق مع حد القناة اللي هنا ممكن، عفوا، أو 38 مثلا هنا مثلا، ثم يصعد في 5. طيب وش الطريقة الثانية اللي ممكن استخدمها؟ نفس القناة السعرية اللي رسمتها في البداية، من هنا إلى هذول، نترك هذا عفوا، خلصت من الفايبو هذا، عرفت انه ممكن يتجه المناطق هذه، ابدا ركز ايضا على ترقيم الثالثه هنا، 1 2 3 4 5، وخذ لك قناه سعريه للموجه الثالثه 1 و2 من الثالثه وارفعه، ستجد ان الموجة الرابعة عند نفس المناطق هنا، عند نفس المناطق ايضا قناتي السعرية اللي راح ارسمها على الموجة الثالثة هنا تعطيني اشارة ودلالة اني انا دخلت في الرابعة الان. فقنواتك السعرية لازم تفعلها، انا دخلت في الرابعة الان، خلاص من هذه عرفت اني دخلت في الرابعة، اشيل القناة دي الان، احط هذا خط لقناتي السعرية واحدد هدف الرابعة، أعطتني إياه عند المنطقة هذه، ممتاز، أبدأ أحسب حساباتي. وش قلنا؟ أول هدف راح أحسب اللي هو 100% من طول الموجة 1، أو إني أبدأ أشوف الأهداف الصاعدة. الآن قناتي السعرية يجب أن تكون ملامسة للقمم هذه. طيب لو حصل إن هذه أصبحت ممتدة الثالثة وكانت اللي هنا صاعدة مثلا فوق، وش اسوي؟ هل قناتي هذه السعريه احطها على 3 او 1؟ تنفع الثنتين، بمعنى اول منطقه تحطها اللي هي 1 وتتجاهل 3، ترتكز على 2 و4 وتشوف هذا سهمك قد يتجه الى منطقه المنتصف هذه النقطه اللي هنا الموجه الخامسه، على اساس انها تكون طول 1. طيب هل يمنع مثلا تروح ابعد شوي ولا غيره؟ ممكن، ممكن، ما اقول لك لا. ولذلك لو اتجهت ان تكون ابعد فنرفع ونحط على 3 ونشوف، قد تتجه ايضا الى مناطق المنتصف هنا اعلى شوي، المناطق المنتصف ممكن تروح الحاجز العلوي للقناه، لا 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 لا. كل شيء وارد، لكن بهذه الطريقه انت قناتك السعريه لازم تحسبها، تحسب فيها اهداف الموجه. واضح؟ آه.
تكلمنا عن الاي بي سي وراح نتكلم عنها بكره، ولكن بشكل سريع لما نشوف مثلا موجه اي بي سي قلنا عنه المثلث حقي القناه السعريه لازم ارسمها على اول مثلث يتشكل لي على اساس احسب الاهداف الاماميه للموجه الهابطه هذه. هذه الموجه هبطت من هنا الى القاع هذا، ارتدت لهنا اكستنشن، راح اخذ مستويات هذه اللي بعد الصفر، عندي 61.8 غير وانت ماشي. الانقطاع يحدث عند 61.8 لو كانت هذه فعلا هي نفس الشكل هذا. بنبه النقطه بعد شوي. الى مستويات 100% راح اتكلم عنها بكره، ما بتكلم عنها الان. يعني السي تكون من نفس طول الاي وممكن تمتد ايضا اكثر. فلما اجي احسب بالشكل هذا واضف الى ذلك اني اخذ قنوات السعريه، اذا قنوات السعريه يجب ان ترتكز على هذه المنطقه، على هذه القمه هذه وهذه والقاع هذا اللي تشكل هنا، واحسب يا انها تصل الى نزولة من هنا الى الحاجز الادنى من القناه، او انها تسير بشكل مائل الى منطقه الخط المنقط هذا في النص وترتكز عليه وثم ترتد. علامه الارتداد بالتحليل الكلاسيكي عرفناها. كيف نعرف ان الان انا دخلت او سهمي عكس من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد؟ طيب كبر الشاشة. التحليل الكلاسيكي راح يغير للشموع على أبين لكم بشكل أوضح. التحليل الكلاسيكي وش يقول؟ يقول لك الموجة هي صاعدة، متى عندها صاعدة متى عندها هابطة. وش هي طبيعة الموجة الصاعدة أو الهابطة؟ أنا أعرف أن الموجة هذه صاعدة عندما تشكل لي قمة وقاع بالضبط، كل واحد أعلى من الثاني يسجل قمة أخرى وقاع آخر، تسجل لي قمة أخرى صاعدة وقاع آخر، سجل لي قمة أخرى صاعدة وقاع آخر، سجل لي قمة صاعدة. إذن هذه كلها ترند صاعد، موجة صاعدة، صح ولا لا؟ طيب سهمي استمر يسجل لي قمم وقيعان صاعدة بهذا الشكل، متى أعرف أن السهم هذا هو نزل المنطقة هذه الآن؟ متى أعرف أنه بدأ يغير اتجاهه؟ غير كسر ترند. أنا ممكن أرسم لك السهم يكسر ترند ويرجع واصل صعود فوق. أحسنت أخوي محمد، بس غير كسر ترند بالضبط. آخر قاع صاعد على يسارك، أحسنت يا مريم، أحسنت يا مشاعل، عند اختراق قناة أول إشارة مثل ما قال أخونا محمد اللي كسر ترند، يعني يكون عندنا هنا مثلا ترند ويتم كسره، لكن ترى ممكن يكسر لهنا ويرجع كذا، يعني ممكن يكسر بالشكل هذا وفجأة تلاقيه راح فوق، صح ولا لا؟ ولا هو راس كتفين فقط. الترند هو احد الاشارات اللي هو القناه السعريه ايضا، لكن كمحلل انت ركز على اخر قاع وصلته، هل تم احترامه ولا لا؟ لو جاء هنا وارتد بقول لك اوكي تم احترامه، لكن اليوم نشوف سهمك يكسر القاع هذا من يوم ما تشوف سهمك يكسر القاع هذا هنا حذاري.
حذاري حذاري من السهم، قد يسجل، قد يغير، يتبدل، يتغير اتجاهه، فاصبح بدال صاعد هابط. ومتى اكد لك اياه؟ بنشوفه جاي هنا محاول يختبر المنطقه هذه، وقد يتجاوزها، غالبا سيختبرها ويكمل النزول، لكن قد يخترقها. طيب ان اخترقها وعجز عن اختراق القمه هذه، فهنا مشكله. يؤكدها اكثر وشو؟ انه يهبط وايضا يكسر لي القاع هذا، خلاص خلاص اصبح الان يسجل lower highs lower tops، قيمه مقيعان هابطه، صح ولا لا؟ طيب رسمت ترند لاين حقي وشفت هذا هنا الاخ جاء اخترق، الكلام هو اختراق القمه هذه اللي قبل، هل اخترقها ولا لا؟ ان لم يخترقها ورجع واصل، اذا ما علي انا من اختراق كسر الترند هذا، الترند هذا هذه المنطقه الفنيه يعني، واضح النقطه دي؟ اذا لما ارجع الى المنطقه هذه، هذا كل الامام الان، انا رسمت ترند لاين، رسمت هذا القناه السعريه، ما هي الا ترند لاين ترى، يعني لو غطينا على الجزء الاسفل من القناه السعريه هذا وخلينا الخط العلوي فقط، هذا ترند لاين، لكن افضل لانه تعطيك الدعوم والمقاومات، الدعوم اللي في الاسفل، المقاومات اللي في الاعلى. طيب تم اختراقه، وش كيف انظر لها الان اذا تم اختراقه؟ مثل ما قلت لكم، قمة قاع، من صفاتهم ايش؟ انهم هابطين ولا لا؟ قاع، قمة، مدري ايش، قاع. طيب بعدين وصار؟ قمة اخترقت او وصلت، اختبرت المنطقة القمة اللي قبل هذه. طيب القاع اللي سجلها هنا كيف؟ قاعد. هذه اول اشارة يجب ان ننتبه لها. طلعنا من القناة السعرية، سجلنا قمة خارجها، سجلنا قاع صاعد، الآن كل اللي نحتاجه الصعود، هنا انتهينا، أنا أدخل مع هذا بالمضمون وأعرف أن هذا أنهى الموجة خلاص. إذن هنا أنا أقدر أعرف أن الموجة أربعة انتهت خلاص، كلاسيكيا أعرف أن الأربعة انتهت، صح ولا لا؟ ذكرنا وراح نجي بعدين ان شاء الله في نقاط في 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 الدرس بعد ما ننهي الموجات التصحيحيه، في درس راح يكون عن ادوات نستخدمها وغيرها، تعطينا دلالات واشارات على الموجات هذه، قد اتكلم عن جزئيات تتعلق بالماك دي والار اس اي. اترك المجال لاخوي ابو محمد الى هنا، هل الامور واضحه الى المنطقه هذه؟ لان بكره نتكلم عن الموجات الهارد.